السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي النهارده لاولادنا قصه اصحاب السبت، قصه ذكرت في القران الكريم. قصه اصحاب السبت كان ذلك قديما منذ ما يقرب من 3000 عام، 3000 سنه. كانت مدينه ايلا احدى المدن القديمه التي تقع على راس خليج العقبه، احدى ذراعي البحر الاحمر حاليا. مدينة اسمها إيلا. في هذه المدينة كان يعيش جماعة من اليهود، ولأن هذه المدينة تحيط بها المياه فقد احترف سكانها حرفة صيد السمك، يبيعونه طازج أو مجففا أو مملحا، فكان السمك مصدر رزقهم الأساسي. اعتاد السكان المدينة أن هم يصطادوا السمك بالشبك أو بالشظ أو بأي طريقة بيجيدون الصيد بها. وكان من مبدأ الدين اليهودي أن يكون يوم السبت يوم أجازة، ما ينفعش يصطادوا فيه، لا يعمل اليهود فيه عملا دنيويا وإنما يعبدون فيه الله. لاحظ اليهود وهم يعملون بالصيد ملاحظة عجيبة، أن السمك بيكتر عدده جدا يوم السبت، وبتظهر أسماك كبيرة على سطح المياه، وبيبقى السمك متوفر جدا يوم السبت عن باقي الأيام. وهم طبعا ما بيقدروش يصطادوا يوم السبت، لأن ده اليوم اللي هو إيه، اليوم اللي بيعبدوا فيه ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا ما يغضبش عليهم. وفي أيام الأسبوع غير السبت زي الجمعة والحد والاتنين وغيرها بتقل السمك وبيختفي عن عيونهم وبيهرب من شباك الصيد، تمام؟ وكانت هذه السمك كأنها بتعاندهم أو بتتحداهم، بتبقى موجودة يوم السبت بكثرة السمك، ويوم وباقي أيام الأسبوع مش موجودة. وازداد عجب اليهود كلما رأوا الأسماك بتبقى كتيرة جدا يوم السبت، ولما يصبحوا تاني يوم اللي هو يوم الحد تختفي السمك ده من فوق المية وما يبقاش موجود ويهرب من الشبك. فبعضهم اقترح ان هو يصطادوا يوم السبت، لكنهم خافوا، فكان عليهم ان هم يفكروا بقى في ايه، في حيل وطرق غريبة يعملوها عشان يصطادوا، عشان خاطر ايه حياتهم ورزقهم يزيد. وبعض اليهود بدأوا يعملوا ايه بقى، حفروا افكار بقى، بدأوا يفكروا ازاي يصطادوا يوم السبت بحيل من غير ما يكونوا موجودين. حفروا حفرة بجوار البحر، حفرة واسعة، ووصلوا هذه الحفرة بالبحر بقنوات بتفتح وتغلق، فتحولت هذه الحفرة الى شبه بحيرات صغيرة، عملوا زي بحيرات جنب البحر كده. في البحيرات دي فيها قنوات بتتفتح وتتقفل عشان السمك يدخل من الايه، من البحر. ويوم السبت يفتحوا القنوات دي فتدخل مياه البحر، وفيها طبعا السمك كتير وكبير، وسمك كتير جدا في الحفر اللي هم ايه عملوها حتى يمتلئ. وبتغلق الفتحات دي اللي بتصل بين البحر والحفر فتحبس الاسماك، وتاني يوم اللي هو يوم الحد يروحوا بقى يصطادوا السمك ده دون ان يخافوا يخالفوا شريعة سيدنا موسى عليه السلام اللي هي ايه، اللي ربنا سبحانه وتعالى امرهم بيها. وكانت دي من احدى الحيل اللي ابتكرها الايه، اللي ابتكرها اليهود. وبعض اليهود اتبعوا حيل تانية بقى، فكروا في طرق تانية، زي ان هم على مقربة من شاطئ البحر اقتطعوا جزء من البحر واقاموا عليه سد، زي ما يكونوا ايه فصلوا البحر كده بسد، يفصل هذا الجزء عن البحر هذا السد به فتحات بتفتح وتغلق برضو حسب الايه، حسب الحاجة. في يوم السبت يفتحون هذه الفتحات فتدخل الماء البحر الى هذه المنطقة ومعها الاسماك الكبيرة والكثيرة، فيغلقون الفتحات ليحتبس السمك، وفي اليوم التالي يصطادوا السمك من المكان اللي هم اصلا كانوا مخزنين، يعتبر ايه زي ما يقول كده ايه، مخزنين السمك فيه. وفي الايام التالية بيصطادوا السمك بسهولة. وكانت دي من الحيل اللي بيعملها برضو اليهود عشان يصطادوا السمك الكتير اللي بيجي يوم السبت. جماعة اخرى من اليهود بقى، جماعة تالتة خالص، فكروا في حيلة جديدة، صنعوا فاص للسمك يحطوها في مياه البحر يوم السبت عشان اليوم ده اللي بيكتر فيه السمك، وتدخل فيها المياه بما فيها السمك الى هذه الاقفاص وتحبس السمك، تمام؟ وفي اليوم التالي اللي هو يوم الحد او يوم الاثنين ايا كان اليوم اللي بعد كده اللي هيصطادوا فيه، يرفعوا هذه الاقفاص فبياخدوا السمك اللي فيها اللي دخلت جوه الايه الاقفاص دي. والطرق المختلفة دي اللي هم ابتكروها عشان يتحايلوا على ان هم ما بيصطادوش يوم السبت او ده يوم الاجازة بتاعهم او ده اليوم اللي بيتعبدوا فيه ربنا ويتحايلوا على شريعة سيدنا موسى عليه السلام، ويحصلوا على السمك الكتير مستخدمين مكرهم وخدعهم والحيل بتاعتهم. في بعض اليهود احسوا ان زملائهم بيحتالوا على شريعة موسى وبيخالفوا تعليماته، ومن اجل صيد اسماك كثيرة ذهب بعض اليهود الى الحاخام،
الحاخم. الحاخم ده واشتكوه مما يفعلوه. الحاخم ده زي الشيخ في الإسلام، زي القسيس عند المسيحيين، وزي الشيخ عند المسلمين اللي هو بيحكم بينهم، رجل الدين يعني في اليهود. جمع الحاخم هؤلاء اليهود المحتلين وقال لهم: أيها الناس، إن أنتوا اللي بتعملوه ده كله حيل وحاجة حرام على شريعة موسى، وإن ده شريعة موسى بتحرم العمل يوم السبت، فكفوا عن هذه الحيل، توقفوا بقى عن اللي أنتوا بتعملوه ده، وعودوا إلى شريعة موسى، لعل الله يرزقكم بطاعته ويرزقكم برزق كثير. يعني ما تتحايلوش أو ما تعملوش مكر وخداع عشان خاطر تصطادوا أكتر. لكن الصيادين اليهود رفضوا مقاله رجل الدين، واستمروا في تنفيذ حيلهم الخبيثة، وكسرت الأسماك في السوق، وربح اليهود وكثير من الأموال وهم سعداء. لكن بعض اليهود الملتزمين بدينهم ابتعدوا عن اللي هم بيحتالوا على شريعة موسى، وقالوا ملناش دعوة. وبينهم فريق ثالث اللي هو ملناش دعوة بقى، لا داعي لوعظ هؤلاء القوم، احنا عملنا اللي علينا وكلمنا الحاخم وما فيش فايدة وخلاص. وده في القرآن الكريم قال ايه: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. سورة الأعراف الآية 164. مضت عدة أيام، أكتر من أسبوع، والصيادين اللي هم احتالوا بحيل غريبة كده ما خرجوش من بيوتهم. الناس استغربوا، هم ليه ما بيخرجوش؟ عشان يسدوا الفتحات أو يفتحوا القنوات اللي صنعوها أو أي حاجة من الحاجات الحيل اللي عملوها دي. ولم يذهبوا هؤلاء يشوفوا الأقفاص اللي بيعملوها ولا الحاجات. قلق بعض الصيادين التانيين بقى اللي هم ملتزمين بدينهم، قلقوا على اليهود دول. لكن احداهما قال: لا شك ان هم تعبوا او عيوا، يعني بسبب ان هم عصوا شريعة موسى وامر ربهم. وطال انتظار اليهود للصيادين اللي هم عصوا امر ربهم وعصوا شريعة موسى، وكانت ابواب منازل الصيادين مغلقة عليهم وما بيخرجوش لمدة طويلة، عدت الاسبوع او اكتر. فبعض الشباب اليهود صعدوا إلى السطوح منازل اليهود دول ودخلوا حجرات نومهم، ففوجئ هؤلاء الشباب بأمر عجيب، لقوا إن الصيادين دول اتحولوا لقردة، قرد، قرود، تمام؟ هاجمت الشباب في قسوة، فهرب الشباب مسرعين مذعورين وأخبروا الناس بما رأوا. تعجب الناس مما سمعوا، ذهب الناس إلى هؤلاء الصيادين فرأوهم قد تحولوا إلى قردة، قرود. طالت أظافرهم وطال وكسف شعرهم، وهجموا عليهم وكانوا يصيحون صياح القرود ويقفزون مثلهم. وشوية أيام وماتوا هؤلاء الصيادون وهم في صورهم التي حولها إليهم ربهم سبحانه وتعالى إلى صورة القرود. كان هذا جزاء لهؤلاء الصيادين اللي احتالوا على شريعة ربهم وما سمعوش كلام أو تعليمات دينهم، تمام؟ دي قصة أصحاب السبت. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.